هذه المناسبات الكرام استشهاد الرفيق السلمي. اليوم الحزب الاشتراكي الموحد بتنسيق مع المكتب المحلي ديال الحزب بقلعة سراغنا كنظموا يعني الذكرى ديال 30 سنة بعد استشهاد ديال الرفيق القائد عبد السلام المدن اللي هو رفيق ديالنا ديال الحزب واللي هو في نفسه الآن يعني قائد من الطراز الرفيع لأنه كان منظر وكان مناضل عملي وظل طيلة حياته يناضل ويجتهد من أجل إيجاد السبل والمسالك لينعتق شعبنا وليتقدم المغرب باتجاه التغيير المنشود في الديمقراطية وفي التوزيع العادل للثروة وفي المواطنة الكاملة وفي بناء مجتمع العلم والمعرفة والمساواة الكاملة. هذه ذكرى ديال الوفاء لقائد شامخ في تواضعه، واللي احنا اليوم كحزب جاو الرفاق والرفيقات من كل جهات، وايضا جاو المناضلين الشرفاء من كل جهات هذا الوطن باش يشاركوا معنا الاحتفال بهذه الذكرى. هذه الذكرى اللي احنا كنعتزوا بها خصوصا والعالم والوطن ديالنا كيعرف ازمات كبيره وما احوجنا الى فكر الفقيد عبد السلام المدن لكي نستشرف المستقبل ونعيد خلق الامل في الشباب بان مغرب يتسع لكل ابنائه وبناته مبني على العلم وعلى العمل ممكن وممكن جدا. وجينا باش نحييو العائله ديال الشهيد ونحييو كل المناضلات والمناضلين الشرفاء اللي هما مازالين الذكرى ديالو والوفاء لذكراه لا زالت قائمه ولا زالت حيه فينا على كل المستويات، ونحن نستحضرها لانها مهمه من اجل استشراف بناء المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.